متسابقا تنفاس باريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه القضيه تاع التسقيف تاع ولوج مباريات التدريس اللي تاخذوا شاكيب بن موسى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم والرياضه مؤخرا، واللي مازال يثير الكثير من الجدل حول الاسباب اللي دفعت الوزاره اتخاذ هذا القرار. من اجل مناقشه هذه القضيه دي نستضيف في هذه الحلقه الخاصه السيد عبد العالي خلاد، المدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه بعماله مقاطعه عين سبع مدينه الدار البيضاء. سي خلاد، شنو الاسباب الحقيقيه اللي خلات وزاره التربيه الوطنيه تتخذ القرار تاع التسقيف او تحديد السن 30 عام لولوج مباريات التدريس؟ بل التدبير المتعلق بتسقيف سن الولوج لمباريات توظيف أطر الأكاديمية هو إجراء ضمن حزمة من الإجراءات التي تأتي في إطار واحد المسار تطوري يرم تجويد منظومة التربية والتكوين، وخصوصا ما تعلق بالموارد البشرية. وبالتالي إجراء 30 سنة يجب وضعه في سياقه ويجب معالجته بشكل مجتزأ. الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات ترم أولا ارتقاء بحكمة تدبير مباريات توظيف أطر الأكاديمية وقد صدر قرار وزير هذا الشأن. ثم كانت مجموعة من الإجراءات الموازية، فيها أولا تسقيف سن الولوج لمباريات توظيف أطر الأكاديمية في 30 سنة، فيها تثمين التميز من خلال الانتقاء الأولي وتنصيص على الميزة سواء في البكالوريا أو في الإجازة، وكذلك عدد سنوات الحصول على الميزة. هنالك جانب الحافزية، جانب الحافزية والذي يتمظهر من خلال رسالة تحفيزية يعبر من خلال المرشح عن الدوافع التي جعلته يختار مهنة التعليم، وهنا جزء مهم جدا وهو تسمين مهنة التعليم. وبالتالي فنكون أمام مشروع شخصي للمرشح يدافع عنه أمام لجنة الانتقاء. ثم هنالك مكون آخر أو تدبير آخر، وهو إعطاء الأولوية لخريجي مسلك كلية علوم التربية على أساس أن هذه الفئة من المرشحين هم فئة اختاروا التكوين الأكاديمي في مهنة التربية والتعليم، وبالتالي ستكونون من الأولوية على مستوى الانتقاء، وتم إعفاهم من عملية الانتقاء الأول. ما تشوفش بان كان المفروض ان يتفتح واحد نقاش عمومي من اجل يعني شرح هاد الاسباب تاع اتخاذ هذا القرار، او قبل كاع ما يتخذ هذا القرار يتفتح واحد نقاش من اجل يعني تمهيد التنزيل ديالو؟ التواصل حول التدابير التي اتخذتها الوزاره يتم في حينه، وبالتالي حين تم الاعلان عن هذه التدابير كان هناك مخطط تواصلي على المستوى المركزي والجهوي والاقليمي يتم تنزيله بشكل متدرج ومتوازي مع الاعلان عن التدابير والاجراءات. وبالتالي فهذا النقاش المجتمعي تتفاعل مع الوزاره بشكل ايجابي وبشكل مسؤول. واش هذا القرار تاع التسقيف تاع السن 30 سنه للولوج المباريات تاع التدريس يدخل في اطار تاع اصلاح التعليم، ام انه غادي يبقى يعني كباقي القرارات اللي اما ما تنفذاتش اما انها تعطرات في التنزيل ديالها؟ بطبيعه الحال هذه الاجراءات كلها تدخل ضمن مسار تجويد منظومه التربيه والتكوين على مجموعه من المستويات، منها المستوى المكون البشري، وبالتالي هو لا يخرج عن هذه الديناميه التي ترم اولا تثمين مهنه التربيه والتكوين، تجويد منظومه التربيه والتكوين، والمراهنه على العنصر البشري باعتباره رافعه لكل مشروع اصلاحي داخل منظومه التربيه والتكوين. بالنسبه لكم انتم كمديريه الاقليميه تاع التعليم في عماله مقاطعه عين سبع، واش عندكم واحد خطه للتواصل من اجل تفسير هذا القرار هذا؟ اكيد ان هنالك مخطط اقليمي على مستوى مديريه عين سبع الحي المحمدي من اجل التواصل حول مباريات توظيف أطر الأكاديمية إجمالا، وحول التدابير الجديدة ذات الصلة. وبالتالي هنالك فريق إقليمي يعكف على تنزيل هذا المخطط على مجموعة من المستويات، وبتواصل مع مجموعة من الفاعلين والمتدخلين في القطاع، تجاوبا طبيعة الحال مع التفاعلات المجتمعية في شأنه. سي خلاد، شكرا جزيلا على قبول الدعوة. متتبعي قناة أنفاس بريس، إلى اللقاء في حلقة أو في لقاء جديد إن شاء الله.